نظمت فعاليات شعبية وشبابية مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله المحتلة للتعبير عن رفضهم لقرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية سجن الأطفال الفلسطينيين. المشاركون بالمسيرة نددوا بسياسة تل أبيب، مطالبين الحكومة الفلسطينية بالتدخل لإنقاذ الأطفال من السجون. وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت حكما على الطفل أحمد مناصرة البالغ من العمر 14 عاما بالسجن لمدة 12 عاما، وعلى الطفلين منذر خليل أبو ميالة 16 عاما ومحمد طه 15 عاما بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما. تضامنا مع الأسرى المدربين أنس شديد وأحمد أبو فارة اللي اليوم بدخلوا اليوم 58 في إضرابهم مفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، وثانيا تأتي كمان رفضا لسياسة الأحكام العنصرية بحق الأطفال الفلسطينيين وفي مقدمتهم الطفل الأسير أحمد مناصرة اللي انحكم الأسبوع الماضي مدة 12 عاما. قضية الأسرى هي بحاجة لإسناد شعبي ووطني، وأن نكون دائما قضية الأسرى حاضرة في المجتمع الفلسطيني ومن شباب وشابات فلسطين.